ايه اللي حصل؟ كابوس. هي هزيمة ولا نكسة زي ما كان ناصر؟ افتتح في العاصمة عمان فيلم الممر، واللي بتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف. الافتتاح كان بسينما تاج بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، ومنهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج. من الجدير بالذكر أنه الفيلم من أعلى الأفلام ميزانية بتاريخ السينما المصرية ومن إخراج شريف عرفة. أستاذ أحمد عز، يعني أنا شرف كبير لي أكون واقفة معك اليوم. كل شرف لي والله. تسلمي. تسلم كلك ذوق. بدي أسألك في البداية عن الفيلم. الفيلم إنتاج ضخم ما صار له مثيل من 50 سنة. إذا بدك تحكي عن الرسالة وراء الفيلم، هل هي الرسالة لإيقاظ، خلينا نحكي، يعني الحس الوطني أو الحس السياسي؟ لأنه في أجيال صاعدة لسه مش كتير كانت يعني لها خبرة، خلينا نحكي، بجيل الحرب اللي مرق واللي لساته عم بعيش. طبعا هلا احكي لي شوي على هذا الموضوع، شو بالضبط هي الرسالة؟ هل هي وطنية أم هل هي سياسية؟ مبدئيا طبعا انا يعني في حاجه عايز اقولها قبل ما اجاوب على سؤال، ان الاستقبال والحفاوه اللي انا شفتها هنا، الحقيقه انا حاسس ان انا ما خرجتش من القاهره، وده مش جديد على الشعب الاردني. الحقيقه انا باجي الاردن حوالي، جيت قبل كده حوالي 4-5 مرات، وفي كل مره بلاقي الحفاوه والاستقبال ده. فده شرف ليا وفخر ليا، وبشكركم جدا جدا، ويا رب دايما في خير وفي سعاده للشعب الاردني، لان ده امتداد لينا واحنا امتداد ليهم. شكرا لك استاذ احمد، شرفتني. الافلام اللي زي دي، انا ما حضرتش حرب الاستنزاف، فما اعرفش انا حاجه، ولا حضرت النكسه، فكلها من القرايات وكلها من الافلام اللي انا اتفرجت عليها من وانا صغير. الافلام دي طلعتني عندي حماس وعندي احساس بالوطنيه واحساس بالقوميه. دي ميزه الافلام اللي زي دي. الفيلم ده مختلف شويه، لانه لاول مره بيتكلم بشكل مفتوح، بشكل جريء، ولاول مره تقنيا على مستوى السينما بيقدم المعارك والاحداث بشكل زي يواكب الاشكال العالميه، الطريقه العالميه في تقديم الافلام دي. ميزانيته عاليه جدا جدا، فالفيلم ده من هنا بيجي اختلافه. انا سعيد جدا وفخور، لان الفيلم ده ما بيجيش في العمر كتير. سعيد اكتر من الحاله الوطنيه التعبويه اللي عملها. احنا في الاخر بنقدم فيلم تجاري، عايزين نكسب منه، وده دور السينما، انك تقدم حاجه فيها رساله، وحاجه في الاخر طبعا تبقى تجاريه عشان تقدر تكمل بعد كده. الفيلم ده حقق الاثنين الحمد لله، واحنا فخورين بده وسعداء بده جدا الحمد لله. هذا كمان فخر لنا كلنا، واكيد فخر للمصريين وللعرب بشكل عام. اذا بدنا نحكي عن دور المراه بالفيلم، هل بتحس انه دور المراه كان مهمش او ضعيف بالفيلم، او بتحس انه الفيلم كان يكتفي بهذا القدر للمراه؟ ايش بتقدر تحكي على هذا الموضوع؟ خلينا نتكلم بوضوح. هو الفيلم بيتكلم عن معارك عسكريه، فبالتالي هي كلها معارك عسكريه، و زي ما انت شفت كده. انما لو انت لاحظتي على دور المراه، ولو حتى ولو كان رمزي، الا ان كان دور مهم جدا، لان هي اللي ساعدته في الانكسار، في مرحله الانكسار، ان هو يقف على رجله تاني. هي اللي شايله البيت، هي اللي بتقوم الاسره. فبالعكس دور المراه مش هامشي، لكن طبيعه الفيلم بتخليكي تروحي ورا الاحداث اكتر. انما ما حدش يقدر يغفل دور المراه في الفيلم ابدا، بالعكس. واللي ادى دور المراه في الفيلم نجمه كبيره، الفنانه هند صبري، يعني رفيقة مشوار ونجمة كبيرة، أنا سعيد جدا بالشغل معها. وهند لو طلعت مشهدين ثلاثة في أي فيلم كأنها طلعت بمئة مشهد. 100%. وإحنا منوصل تحية كتير كبيرة للفنانة العظيمة هند صبري. إذا بدنا نحكي عن الديكور والمكياج والفترة اللي مش معقول قديش كانت ظابطة، نحس إنها فترة الستينات، هل بتحس مع موسيقى كمان عمر خيرت العظيم، يعني وأغنية الممر، هذا المشهد بس شفناه يعني حرك فينا المشاعر، أنا شخصيا صرت أبكي بس شفت هذا المشهد، هل بتحس إنه هذا الحكي كله بيساعدك أنت كممثل على أداء دورك، ولا بتحس إنه بكفي إنه الواحد يكون عنده قدرات تمثيلية؟ بمنتهى الأمانة احنا اشتغلنا في بيئة تأدي لده، انتاج عارف، كل واحد عارف هو رايح الساعة كام، بيعمل ايه، دوره ايه، لبسه عامل ازاي، شكله عامل ازاي، ما بتتكلمش كتير في الحاجات اللي زي كده. فالانتاج الحقيقة هشام عبد الخالق وفر كل ده. الجانب التاني، انت بتشتغلي مع اهم مخرج في رأيي في المنطقة العربية، شريف عرفة، الاستاذ الكبير، الاستاذ شريف عارف كل واحد هو بيعمل ايه وشكله هيبقى عامل ازاي وطريقة اداءه هتعمل ازاي. احنا بنروح سايبين ايدينا بالمعنى الدارج البلدي، وهو اللي بيوجهنا، وده نتاج شغلنا مع الاستاذ شريف عرفة كلنا. ودي ميزه الفيلم، ان كل واحد وحتى لو عامل 3-4 مشاهد فهو بطل الفيلم ده، ما ينسبش لحد، الفيلم ده ينسب للفيلم كله. شكرا لك كتير استاذ احمد عز، احنا كتير انبسطنا. ده انا اللي انبسطت جدا، وبكرر شكري تاني على الحفاوه والاستقبال، ده فوق راسي وشرف كبير ليا. شرف لنا. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافيه.
استاذ هشام، اهلا وسهلا فيك اول شيء بالاردن، ثاني شيء احنا يعني كثير فخورين فيك وبهذا الانتاج الضخم اللي بحكي عن فتره حرب الاستنزاف، فتره كثير مهمه على قلوب المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام طبعا. ايش الفكره وراء هذا الانتاج الضخم اللي ما صار له مثيل من 50 سنه زي ما احنا عرفنا؟ احكي لنا شوي عن الموضوع. هلا خلينا ارحب بيكي وبمشاهدين القناه كل الأردنيين اللي أنا بحبهم، ودايما ببقى سعيد بوجودي معهم في الأفلام كلها بتاعتي، وبحس إنه هو بنفس الجمهور بنفس النسيج ونفس الرد الفعل للأفلام المحترمة. أنا من سنة 2012 وأنا نفسي أعمل فيلم، حاسس إن القوات المسلحة المصرية فعلا لازم نعمل فيلم عنها، عن العمليات اللي كانت بتحصل، ونفس الوقت المنطقة العربية كان في فترة معينة اللي هي فترة 67 وما بعد حرب الاستنزاف، كنت عايز أقدم حاجة كده، لأن فيلمنا بينزل بيلف في كل حتة للمصريين والعرب بصفة عامة. فقابلت الشريف عرفة في 2014 قلت له لازم نعمل حاجة زي كده، قال لي طيب هل يا ترى أنت تبقى قد الفيلم، فيلم ضخم ومحتاجين مساعدات من الجيش المصري؟ قلت له سيبني ربنا يكرم. يعني هي فكرة جريئة، فكرة مجنونة، فكرة بعيدا عن حسابات المنتج الطبيعي للمكسب والخسارة. يعني اي مكسب وخساره بتحسبيها، هوزع بكام، هعمل ايه، طبيعي الناس هتحب ايه، جميع الاعمار جميع المستويات، بس انا كان نفسي اعملها. فهنا دي النقطه فرق ما بين ممول ومنتج. منتج لما يحب حاجه بجد ما يبصش كتير قوي المكسب وخساره، بس هو المفروض برضو يعمل حسابه ان هو ان شاء الله باذن الله يرجع فلوسه. فابتدينا نشتغل على الموضوع ده بينا احنا اداره الشؤون المعنويه قوات المسلحه المصريه، قلنا لهم طب ايه الاخبار، تقدروا تعملوا لنا ايه في المساعدات؟ قال والله اذا انتم بتعملوا فيلم جد تجيبوا الاليات والمدرعات والدبابات والبارود، يعني المساعدات اللوجستيه مش الماديه، بس انتم تقدروا على الماده مش بتاعتنا. انا اتجرأت بصراحه، ودي كانت جريئه جدا لان من 50 سنه انا مستعجل ما فيش منتج عمل، فاتجرأت قلت ربنا يكرم، والحمد لله الحمد لله دخلنا نعمل الفيلم. قعدنا نشتغل على السيناريو سنه والكاست الممثلين ونختار احسن عناصر اللي تأدي الادوار، وكنا عايزين نعمل فيلم حقيقي للمشاهد، يعني تحس ان انت في هذه الفتره فعلا. تمام، فابتدينا نشتغل على الموضوع ده وربنا كرمنا في الاخر، وديك شايف النتيجه. انا شايف ان الناس كلها بسم الله ما شاء الله مقبله على الفيلم، حصل اقبال في مصر، حصل حب للفيلم، اعتقد ان هو نفس القصه، فيلم محترم، فيلم قوي لا يقل عن الافلام العالميه باي شيء بصراحه. يعني مزبوط احنا شفنا يعني وسمعنا من الناس قديش صدى الفيلم كان كبير وقديش عم بيلاقي نجاح، فيعني احنا بنشكركم انكم عم تحطوا الضوء على قضايا جدا مهمه. هلا يمكن الناس عم بتبلش يعني الاجيال الجديده لازم تعرف عنها اكثر، مثل حرب الاستنزاف، وان شاء الله لقدام رح يكون في اعمال احنا متاكدين كبيره بهذا الشكل. يعني احنا كثير فخورين فيكم وبنشكرك كثير على وقتك. انا المتشكر ليكي، وفعلا زي ما انت قلتي الاجيال الجديده انا مركز ان هي فعلا تتفرج، وتفرجت وانبسطت من الفيلم. ان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير بعد ما كمان كل الناس تشوف الفيلم وتقول رايها. ان شاء الله رح ينجح بالاردن على الاكيد. شكرا لك كثير. شكرا لك.